شوبين توفرت لكم فرشاة كهربائية كتنظف الكالكير أو الجير والإسفراد الأسنان. كما كتشوفوا في الفيديو الفرشاة كتقدر توصل حتى الأماكن العميقة اللي صعيب على الفرشاة العادية الوصول لها، واللي زوين فيها أنها صالحة لإزالة بقع التدخين والشاي واقتصادية، والجميل في الأمر أنها سهلة في الاستعمال، مقاومة للماء وغير قابلة للصدى أو الانكسار. تصميم ديالها أنيق كيجي في جوج ديال اللوينات الغوص والزرق، وكتقدر تشارجيها عن طريق كابل USB. اليوم يمكن لك تنظف أسنانك غير في المنزل، والنتيجة كتبان من أول استعمال. توصيل بالمجان في جميع أنحاء المغرب، توصلك حتى الباب دارك.